اليوم راح اجرب معاكم شغله، وان شاء الله اذا ضبطت هذه الشغله يعني حتكون تغير حياتي. اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ ايش مسوين؟ ان شاء الله تمام. رجعت لكم بفيديو جديد، تجاربي اللي ما تخلص. اليوم راح اجرب معاكم شغله، وان شاء الله اذا ضبطت هذه الشغله يعني حتكون تغير حياتي بصراحه، يعني حتغير حياتي. انا انسانه مرة أخذ وقت في رسم حواجبي، العادة في الميك اب ما أخذ وقت، بس رسمة حواجبي دائما تأخذ مني يعني أكثر وقت أخذه في الميك اب اللي هو رسمة الحواجب، وعلى إنه أنا لازم أطلع الصباح بدري، فرسمة حواجبي تجيب لي التوتر دائما، لأنه تقريبا حواجبي أغلبها رسم ما هو شعر، يعني أنا حواجبي تقريبا من قدام من هنا، هذا الجزء اللي تحت كله رسم. الحمد لله إني أنا أعرف أرسم حواجبي، وكثير صراحة يسألوني شلون ترسمين حواجبك، بس من كثر ما أنا أرسمها هذا بسبب إني أنا بادي أرسم حواجبي من عمر صغير، فأنا خلاص يعني حواجبي هذا أعرف أرسمها، بس مشكلة إنه كل مرة الصباح أرسم حواجبي أرسم حواجبي. فكرت إني أسوي مايكرو بليدنج، بس صراحة النتيجة خايفة منها، هيك من فترة طويلة وأنا أفكر في الموضوع، بس بضحهم يقول لي لا تسوين، ترى يقلب لونه رصاصي، ترى مدري إيه مدري. بعدين أنا ما ينفع معاي إني أسوي اللي شعرة، يبغالي إني أسوي الرسمة الكاملة مثلا الأطراف الحواجب، بعدين ممكن الشعرة تكون في الأمام، لأنه الأمام هذا فيه شعر، بس اللي ورا لازم ما يكون شعر، يعني أحس حيكون ما أدري. وبصراحة الشيء الثاني اللي مخليني كمان أخاف، أنا إنسانة ما أوثق من أحد يمسك حواجبي عموما، الميك اب كامل، بس حواجبي من أهم الأشياء اللي عندي، أنا مستحيل أخلي أحد يمسك حواجبي. يمكن قد صارت في حياتي إنه أحد سوالي ميك اب وسوى حواجبي، اللي هي مرتين. مرة ما أدري كان عندنا مناسبة ما أدري إيش، بس زمان مرة كنت صغيرة أصلا وقتها، يعني أنا بديت أسوي ميك اب تقريبا من المتوسط، حواجب وزي كذا، فأحس إنه شوية بدري على البنات جيلي، بس أنا كنت كذا، يعني كنت مرة متأزمة من حواجبي لدرجة إني تعلمت شلون أسوي حواجبي، وبعدين شوية دخلت بالميك اب. فلهالدرجة ما أوثق أحد يمسك حواجبي. مرة ثانية في زواجي، حتى ندمت إني أنا ما سويت الميك اب في زواجي، مع إنه كان ميك اب حلو، مو بإنه يعني في حاجة أو شيء، بس مو أنا، ما أحس إني أنا، يعني حواجب مو أنا، ما أدري، عندي حاجة كذا إنه الحواجب لا، أنا اللي أرسم حواجب، مستحيل أخلي أحد في الدنيا، مستحيل اخلي احد الدنيا يمسك حواجبي، الا اذا كنت بجرب حاجه مثلا، او ممكن يعني نجرب شيء. حواجب عندي شيء مهم مره، فانا حواجبي هذه كلها رسم، وصار موضوع يتعبني صراحه، كل صباح اقعد اسوي حواجبي مدري ايش. فلقيت حل طلع لي في التيك توك، فقلت ليش ما اجربه معاكم، اللي هو تاتو برو من ميبيلين، هذا زي حاجه تنحط للحواجب بعدين بس بيل اوف، اقشرها يعني، تكون الرسمه موجوده، يقولوا انها تقعد مره وقت طويل، بس ماني متاكده صراحه. بس انا ما راح استخدمه بس للحواجب، راح استخدمه لحواجبي، راح احط فيه اي لاينر، راح احط فيه محدد للشفايف. اذا هذا الشيء ضبط، اذا وصلنا لهالمرحله خلاص ما ابغى شيء ثاني. هذا الاشياء المهمه للدوام الصباح، اسوي حواجبي واحدد الشفايف، بعدين اسوي الروج اللي على نود وزي كذا. هذا المنتج ضبط على حواجبي وعلى شفايفي وعلى الاي لاينر، خلاص ما عاد ابغى شيء ثاني. اوكي هذه شكلها، يو تحسون زي الغرعة. انا جبت اخر درجه اللي هو دارك براون، هذا الميك اب تقريبا من الصباح، خليني اشيله وارجع لكم عشان اسوي التاتو. يوم اقول لكم ان حواجبي كلها رسم، هذه حواجبي، شيل الروج عشان راح نرسم على كل حاجه. اوكي نبدا نسوي المصيبه. راح امشط بقيه الحواجب اللي موجوده. اوكي جبت الفرشه عشان تساعدني في رسم الحواجب، لانه اذا لخبطت وكانت الرسمه مو تمام، تخيل بتقعد هذه الرسمه للابد. وللابد بس يعني بتطول. فيلا نبدا نرسم الحواجب، بس صعب الرسم بالفرشة هذه،
مرة صعب. ماني قادر ارسم. تحتاج تكون عريضة شوية، بس انا خايفة اعرض واتوهق. شكله مرة يخوف وما عرفت اضبط صراحة الفرشة مرة. صعب انك انت ترسم فيها، وحتى الفرشة الثانية اللي استخدمتها المادة نفسها كذا لزجة. المهم حاولت اسوي ماي بيست، ان شاء الله بعد ما نشيلهم يصيروا لونهم حلو مو زي كذا. طبعا هذا شكلهم، مرة شكلهم مخيف، بس ان شاء الله بعد ما يتكشرون يصير اللون احلى. المهم راح ارسم الايلاينر الحين ونشوف. ما حرسم الايلاينر طويل، بس شيء صغير على طرف العين. مرة الفرشة ما تساعد في الرسم. اوكي راح اخليهم ينشفون شوية، نشيلهم ونشوف ايش يصير. بعد ما اخلص الحواجب راح اجربهم على الشفايف، بس خليني اشوف النتيجة على الحواجب اول، بعدين نشوف على الشفايف كيف تصير. تقريبا قعدت 30 دقيقة تقريبا. شكله مرة يضحك. المهم راح اشيلهم ونشوف كيف راح يصير شكلهم. المفروض انهم يتقشرون. اوكي بس ماني لاقية من وين امسكها. نشوف. يا تشوفون هذا العلا، هذه الثانية. من قريب ايش رايكم؟ ما ادري، احس انا ابغى ازيد عليه في النهاية هنا واخليه شوية. رب الايلاينر الايلاينر مرة خفيف. انا احب كذا، احب ارسم ايلاينر بالايام العادية، خاصة احب ارسمها لون بني، ما احب ارسم بالاسود الا اذا كان مثلا ميك اب يعني، بس انه ايام العادية في الاسبوع احب ارسمها بالبني. حلوين، بس الحواجب ستيل راح احتاج اني ارسم بالقلم لانه اللون لسه خفيف. احتجت اني اعيد عليه في النهاية لانه النهاية زي ما قلت لكم ما فيها شعر، بس الرسمة من قدام ما حطيت عليه ولا شيء. الشيء الثاني اللي حجربه اللي هو ان احنا نسوي فيه الليب لاينر بالنفس التاتو. لو هذه ضبطت مرة تمام، خاصة لو كانت تقعد اسبوع مرة حلو، كل اسبوع بس احط فيها وخلاص. فيا خلينا نجرب في الشفايف. حاب اطلع شوية. اشبه حق بيتي كلب حق ايام التسعينات. اماني اماني امان الاماني اماني اماني امان لمن حيراني. الموضة عبارة عن اشياء قديمة ترجع. مفروض اني انا اخذ قطن امسحها خفيف. حبيت النتيجة، مرة حبيت النتيجة. الحين راح احط نفس العادة اللي اسوي الروج. هالفترة طايحة في حركة اني انا احط من شي قلام البلاشر شي خفيف بس، طبعا فاتح علي. بعدين استخدم الروج من مابلين. الجلوس
مرة حلو. أحلى شيء إنه ما راح يختفي في نص اليوم. النتيجة بيرفكت. أكثر شيء عجبني على الشفايف لأنه حسيت اللون نفس درجة اللون اللي أنا أستخدمه في شفايفي. اكتبوا ليش حبيته أكثر، للحواجب ولا الأيلاينر ولا الشفايف؟ أنا صراحة عجبني الشفايف، حسيت نتيجته بيرفكت. هنهي الفيديو هنا، أتمنى هذا الفيديو عجبكم. لا تنسون تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وأشوفكم إن شاء الله فيديوهات ثانية. واكتبوا لي إيش حابين أجرب أو أشياء أنتوا تسوونها ممكن حابيني أجربها وأشوف إذا تمشي معايا ولا لا. أتمنى أنكم حبيتوا هذا الفيديو وتسليتوا معايا. أشوفكم إن شاء الله قريب في فيديوهات قادمة. باي.